حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة فذكر الحديث قلت والله لو جئت أبا سعيد فسألته فذكر الحديث ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلمين فسألت عنها فقال خلق الله آدم يوم الجمعة وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة وقبضه يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة فهي آخر ساعة وقال سريج فهي آخر ساعته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة وليست بساعة صلاة قال أولم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة في صلاة قلت بلى هي والله هي